أنا تاني في الدور التحتاني، حلو، ناكل لحمة ضاني ونحل بالدهان. يا سلام، هو ده راية ستامون يا عترة المؤلفين يا مكيافة، أدي الكلام اللي جيب فلوس. لا ولسه لما تسمع الغنوة التانية كمان يا عم مزاجانجي. قول. الله، مش لما نكمل دي؟ دي في الأوكي، الجواب بيبان من عنوانه. خش على التاني. اسمع يا سيدي، قول يا ستاموني قول. يا حلو بانت لبتك أول ما دابت قشرتك، يا عيني احرم عليا محبتك وراح أتوب عن سكتك. يا سلام، القلب منك مليان جفا والصبر من قلبي اتنفى وضاع معاك كل الصفا ضيعته بعندك يا قفا. آه يا قفا يا قفا. آه يا قفا، ما هو ده التجديد. طب انا راضي ضميرك، عمرك سمعت ايتها حد جاب سيره القفف ايتها غنوه؟ لا، كلهم يا اخويا بيغنوا لي على العيون والرموش والبق والشعر، مع ان القفا ده مهم جدا. معاك حق، هو القفا دايما مظلوم مع انه بيتحمل كتير قوي في الزمان ده. بحبك يا ستاموني مهما الناس لموني.